عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحواه يأكل مثل عن البطيخة قره عن شري بالرطب التمر توك عن شري تمر تأيي الرطب على كل إلى قرها أيو إسكو قبسن شري النبي عليه السلام على عدي شري اللهم الله يبارك بركة لنا أنك في ثمارنا مدها أنك وبارك بركة لنا أنك في مدينتنا مقالدة ندى وبارك لنا نو بركة في ساعنا وحويان كوبضة ندى أما ساع أنك وفي مدنا يوحوي ساعة يمدك ساعة وي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وحنقصوا جري كتاب كان يقيمها بدنا شمائل المحمدية آدابتي أخلاق ذي يا أبوك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. وحنقصوا جري انتظى مركو عنا كذب نبي عليه الصلاة والسلام عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها إذا رفعت المائدة مركي والكي أي وحكو عنا هيين لقى قاضى من بين يديه هرتيس يقول وحولي جري الحمد مهد لله إلهي بيوهاتي على الجنس الحمد أمان لو أمان إلهي وحونا أكسن ودلسك إسكال حمدا مهد كثيرا فربضا طيبا أو وناكسن مباركا فيه خير كيدو بطيو لبركيي غير مودع مب محوها نجت تجهية ولا مستقن من لقد يقتومها يعنو حقي سورا نهين ربنا ربي قلناه يعني ودعو لما يسترن غير مودع الطعام الذي رفع ولا النعمة التي ساقها الله إلي ولا أسألك يا ربي الاكتفاء منه بل آمل أن ترزقني نعمة تلو النعمة أظل أحمدك عليها وأتنعم بها غير مودع أنت ساسا الغفة سريا إلهي ملان يعني نجتك يسمعها دوام كيلان كاعد سنين تنمر كي نجتك تو مدك لي إلهي نوك أنقنا أن كوكما هذين النعمة هذا أنقنا أن نعمة يسنو أو فضلك أدنا سيسي أن كل نعمة يسنو ولا مستغن عنه كما ندقتو ما إنه أو كوكا دقتو ما هي فضل قاقا عين ساء عين نهين يعني كوكا دقتو ما هي قيل كود آر نهي فضل قاقا نسيسة إيا النعمة آر نوغون نعمة يسي ربنا يا ربي قنو يعني منادة دواق الله دواق هيا يكون نسبنا نيسا عرائشة رضي الله عنها قالت وحيت لكان النبي وحوها صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام عنده عنجري في ستة أما كان وحوها يأكل الطعام مدعون لعنها في ستة من أصحابه لحس أحبابتي سكملة أي النبي وراشل لعنها يي فجاءه أعرابي من ربادياء ماضي فأكله وعني باللقمتين لبتشير بو أفكا قشري أو لحاويان لبطلون دجس أما لبطلقين بو سمييي فقال رسول الله وحوري صلى الله عليه وسلم لو سمى هدوم مقع آبي لها وبسم الله به لها لكفاكم وإن انداق لهين وإن كف الله لهين انت ذا مركي اللي وضعونها يا مركي قف يلي قف وإن وقف وبسم الله له أيا الله ربا ومبسن كاللغتين وذلك يسين حالي أنصوم مري ويلكي يراي عبد الله بن مسلمة نبي قوينو يري عليه الصلاة والسلام يا بؤدني يا بني كل محمد سم الله وكل بيمينك وكل مما يريك سمهي قف والبمرك والغ الربا مثلا لو حاد فهي إمام الشافعي رحمة الله عليه إن قف والبلغ الربا يعني نصوص تصيد لو كلكو إماتين ونلمد كعنا ويفر بلنتهي قف قدو مثلا مسكول قلهي محالغ الربا إنو بسم الله إنه قف هدو دو كي كلي قلهي ميوكا كافتوي مكاسا كافلا مايا وينو إسنا بسم الله إنه عمتدي والمد ويسدي والمد ninku haaskiisa markuu la kulmahay waa lamid suuqa markaad galeysa waa lamid markaad neef gowracaysa waa lamid bismillaahi way ku daba socota laa meel walba waxa la rabaa oo wax kasta oo qiimo badan oo dhan inaad ilaahay magciisa iyo ismigiisa weyn ee aadamka ah inaad ku baraka weydiisato ayaa la rabaa aad kula magan gasho
مدول بمشي سو معناه هذا قاضنايا مرك كان النبي وحيه صلى الله عليه وسلم يأكل طعام طعام بعونه في ستة لحد حضوض من أصحابه فجاء عربي نره بادية ما ذي فأكله باللقمتين لبو كتورتي فقال رسول الله وحيه صلى الله عليه وسلم لو سمى هدوم مقع إلهي مقع عيسى كب الله بلها وبسم الله ذي لها لكفاكم وإذن داق إلى هجر أشيرك نكاس بركة ذيك قاضيوي رباديون وان منك كانوا انت بدل وحبضن بيتشيرا نبي عليه الصلاة والسلام باو حصاب وقضي نين أعرابي أهو صحابي أهو قيمها حنوصا وآد أي نفط أكير كيرين يسوي حنوصا أيو صاب وقضي نبي قوى الدعي دعادين إلهي وهو أقبل لها لكن إساقا ديدي نبي قوى مركو كيري طهور لا بأس بك طهور لا بأس مركو يري وحو يري طهور طهور مجلتو يري ماشن شاقا بديدي با طهور طهور ماشن كما سعون يسوي وحوري حم تفور على شيخ كبير تزوره المنون أولي أي قندك كير نيس حم تفور ودقنا هيسا نين أكاكوبي هادانا وحوري مقارد أي صوب وقتي با طهور طهور ليدا هيني ماشان طهور كما الشقين يسوي نبي قواك دقاقي وحوري إذن باستداد هذه الدورته ardaagiisi xayndaabkii gurigiisa isagoon ka bixin yaa naftii faariqday saxaabigii ka dambeeyay ee saxadeeda hadda ma xasuusto yaa wuxuu ku yiri hadaan aqbali lahayd ducada nabiga ilaahay waa ku aduu aqbali lahayd ducada nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay waa bogsiin laha marka waka wuxuu yiri xumun tafuru ala sheikh kabiir tazuruhu almanun tahur dahuru ma shaqayna suud ningal marka bisinkii ma qabsanina raashinkii bodankiisa fujistay labo ka tuuray wixii baa waba dhamaadeen ina sheeydaan oo dhan baa gacanta la galay oo wixii hadda misinka loo qabannin niman baa meesha koodkoodada oo iniga fara badan shay chayni kun bilyan lab chaynis baa ina garab didaya ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala aan ku kala qarsoonahay عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الله إله لا يرضى وكغرى لنقضى عن العبد أدونك أن يأكل إن عنا الأكلة هل عنا عنا أو فيحمده عليها وإله أم هذه أو يشرب إن عبا شربة عبتان أو فيحمده عليها على الله أم هذه يوم إله رديس أدونك كغاري لمن قال إلى الرحمن وحيدهن أفواك ملك آمه أفواكنه khayrki waa tuuran yahay yaa u qasdaayo oo raadsanayo bal hada hadiis kan fiiri bal u qof walba waxa way ha u qasto intuu cunno cunno ama abitaan abbo isagoo raba inuu muxuu ahaa ee ribahaas ilaahay ku helo laakiin wixii waa in xalaal yihiin aad cunayso bal aad bal yarideeda fiiri ilaahay mar hadduu adoonka ka raali noqdo mar dambe uma cadhoodo haddu ku cadhoodo oo la imaato wax ilaahay kaaga raali noqonayaana way soo noqonaysa laakiin haduu waxa weeyaan uu ilaahay markaa raali noqdo mar dambe ku cadhoon maayo asbaabtii lagugu cadhoon lahaa oo dhanba ilaahay subxaana wa tacaala waa kaa ilaalinaya yaa seed ugu guuleysan baa marka taalla waxa weeye ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin attaqwaa haahuna meesha ilaahay ماشى إلهي لغا يقانو ماشى وايه ساسو النبي وفرته وقف في قي إن الله إلهي لا يرضى وكرى لنقضى عن العبد أدونك أن يأكل إنو عنا الأكلة عنتان أو فيحمده عليها أوكم هذه أو يشرب إنو عبا الشربة عبتان أو فيحمده عليها أوكم هذه إلهي سبحانه وتعالى وهو إلهي رديه سكو قاله هي إلهي فضل قيسوا وحاوي يوا وفر بدن يهي باب ما جاء وحي كو وهي في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكو النبي عليه الصلاة والسلام وحكو عبي تيري قدح يسي ويلكو وحل وعبو عانها الوعبو بيها الوعبو محوها عصير كالوعبو ايالي رادا ايه لقسم يهي جيدها لقا قري كو يالها كالتين لقسم يهي وحيالها كلمة قدح كاسا لقا قري Soomaalidu maayo badan buu leeyahay sheekada la dhaha dhakal baa la yiraahdaa garaf baa la yiraahdaa maxaa kale la yiraahdaa emailna waa la yiraahdaa maxaa kale
جاووا وحويد قيل يلا وش بقى يلا ضي قال كعيلك ودانتو أنا ودان قارسيسني عن ثابت بن أسلم البناني وأرضي أنس بن مالك قال وحويد أخرج وصوص على إلينا أن نجح دان هاي أسلم منك اللي يراد ثابت بن أسلم البناني أنس بن مالك بابو النص على قدح بالنص صار ويل خشب ولقى قريجيت غليظا وأذك مضببا ووحويان لغو كبي بحديد معبر لغو كبي فقال وحي يا ثابت ثابت هذا كان قدح الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكي النبي عليه الصلاة والسلام وحكو عبي تشري ويي ديل ير وانتو ميل كد اللاعي لغو داضي بروا داض مير لغو سمي مضبب كو حوية لغو داضي ربادية وهدى ساعدة لتشوغو والله سمي صفريد رهشنك لغو كرصدو كل كات شوك تميل هذا المعدن كهلينين ويلكي وينا إذا معانها كو حيسن إيسي أما آد كو هورين إيسي وكاد اللاعو ميل هذا هانك لأد كقرطان آدن هينين سفريات دي جيس كيدا قيب كمي لإنتاد ساء وقوصتو ياد كو ساء وقوان مركاسات كو بادي لاد ما سوكرا ميسا آه سيجي الله دي عنكو فسر ربا وانقال الله آه saad islaayno dadku yeen erga garan waayay bal waxay gartaan uu socda ya gabaq anaga xataa soomaaliga inaan hilmaanno marka wuxuu ku dhaadna akhraja wa nasa saare anas ilayna anaga anas ibn malik qadaha wa hawa ya khashabin ghalidan aw waliba adag weel laga saqay muxuu ah khashab oo geed laga qoray oo hadana adag mudabban waxa weeyaan lagu dhaaday bi hadidin waxa weeyaan bir faqala wuxuu yiri ya thabitu hay thabit ibn aslam albunani yow هذا كان قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكي النبي عليه الصلاة والسلام ووحكو عبي تري ويان عن أنس بن مالك قال وحولي لقد سقيت وان ورابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح ويلكن وحوها ليلكن الشراب انكو ورابي كله دمانت الماء بيان اوغو شوباي نبيغون كوسي والنبيذ عصير كا يوا خن فروت كا عبيسان والعسل يا ملب يا واللبن عانو انت بويل كان كوسين جيرو النبي الله محمد ان اسا خادم كيسي اه لقد سقيت وان ورا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب عبتان ديو دمبان كوسي النبي عليه الصلاه والسلام ديلكم كله دمانتي الماء بيه والنبيذ عصير كا والعسل يا ملبك يا واللبن عنها انت كانوا بان اوغو شوبي جيري بيو دو وانو سو دقي جيري صلوات ربي وسلامه عليه باب ما جاء وحي كو ايماده ويا في فاكهه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاكهه دي النبي وجعلا فروت كو واخو تقانان كيمو النبي الله محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام و يقتاده كويله أسيت على واقه عن عبد الله بن جعفر قال وحيد كان النبي وحيها صلى الله عليه وسلم نبي وحيها يأكل متكعنا الغثاء ربالك اللي يرى هذا قجارك أيو بالرطب تمرت الرطب كأكو قوسن شري حديث كنوا صحيح تمرت مكة يعرورك كبحضه تمرنا أين قالين أين نحن تشوكتو هذا عربا مركة تسكري بيدها رطب كعربتي قمان وباقران يكون عرورة لدى دوت كوم كأساء ومقران أيام أيها وحي يقانا سكري مركا يدا لكن رطب بان لجرادة ومركا تمرت أغفي عن تاي سبق باي ليدا هاي سبق داي داهن وحي ليدا هاي سمني عمل باكورك كسار سارا أد بي أغفي عن تاي كوركات ميلاها أغتكتو وحاديهون على الصحيح مالا لكن وحادي سنهم دمير انتي وغاكي قادة كقادة ما تسورنيس عن عبد الله بن جعفر قال وحيد كان النبي وحيها صلى الله عليه وسلم يأكل متكعنا الغثاء قجاركو عنا شري بالرطب رطبكو كو عنا شري
قثها واتقانا كوكمانجا واتقانا صوما هذا جوجل جري قثها ويدين صبيح سنوعي دي سيو كلا دودوان هل كان لكن هذا كوكمانجا لغة يقال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحواء يأكل ميتك عن البطيخة قره عن شري بالرطب التمر توك عن شري تمر تأي الرطب على كلا لو قرها أيو إسكو قبسن شري النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله بارك صلى الله عليه وسلم يجمع كل من يبين الخربز والرطب البطيخ الأسفر بارك الشمام كاليران سويت ميلون باوتقانا شمام بلدها عربي قال كلمة عربي معها واف عرب واف أف أف إيراني و. كلمة فارسية وهي خربز عن عائشة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أركي يجمع سجين بين الخربز والرطب اسكو قوسنا يا شمام كل عاد بوفا إذا بدن يهي إن انتيسو رقد لي واي عاد بوفا عنتاي لا صعلا لقينا عرور للان دون أيان زاد عاد بوفا عني كرفتك إن انتيسا إيا أساق إن انتيسا إيا جرجيرك إن انتيسا عاد بوفا عنيهن رقد إني دلان دون هيان عرور بدل ان يشان دون البطيخ الاسمر باليد الاسمر وهو الذي يسمى اليوم شماما والبطيخ بالفارسيه يا لويدا هو البطيخ بالفارسيه امرك خربس كوساسوا عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان الناس ضدك وحين اذا راوا اول الثمر اول الثمر مرها كل كي اركان ابح تمرت جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جاء وكين تشري فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جاء كقائد تشري على وحدي تشري اللهم الله يا بارك بركة لنا أنك في ثمارنا مدها أنك وبارك بركة لنا أنك في مدينتنا مقالدنا وبارك لنا نو بركة في ساعنا وحويان كوبضا نذا أما ساع أنك وفي مدنا يا وحوي ساعة يا مدك ساعة وي اللهم الله يو إن إبراهيم عبدك أدونك أجيء وخليلك كاتسيج على إذا صاحبك هوسكو أهاها يو النبيك النبي أجينا أها وإن أنيقول عبدك والنبيك أنيقول رس أدونك أجيب أنا النبي أجينا وانه وإنه النبي الله إبراهيم دعاك ويا لمكة أي أدعي وإني أنيقول أدعوك وحوي وحن كجوا كوبر يهيا للمدينة أما للمدينة وحويان مدينة مدينة المنورة وهي بمثل ما دعاك به وحكوه ديستي أما كوه دي لمكة ومثله أسقى أو كلمعه لتركي سيهي ثم قال وحوري ثم وحوري يدعو وأياري ترى النبي قبانو كذا أسقر وليد الماء كير أو أركه كأوير بوجيري ترى كاسو يراه أركه يو فيعطيه وسين ترى ذلك المهاير التمر بوسين ترى كأوير قال كي منك تعيش صوت على تي وصداس أصاب حسي أركان يسوع قاعد يجري النبي يقول كين يجري النبي يقول سجعدن وآخرين يجري المها ما يشاف عليا كأغير بونا ودي يجري سيؤنو حكمة كتير تيا قرري المها غير كأغيرة وحلاط دارته قف كأغوينا لو داي يا مايا وحكمة وتفاؤل غيرك كأغير وحلو سينيا وحل الرواس وح سكر هي ما هو مدع مدعها سيا وحويان أولاد كان الناس ضدك وحياه إذا رأوا مركي أركان أول الثمر مرها أبوه الرأي جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال إولئي من ترين فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مركب وكقاد ترين وقال وحوري اللهم الله يبارك لنا وبرك لنا أنك في ثمارنا مرها أنك وبارك لنا وبرك في مدينتنا ماذا يلدن نذن وبارك لنا وبرك في ساعنا ساع أنك وفي مدنا إيا وحويا كوبادا نذا ما بكيرك أنك اللهم الله يا إبراهيم يا نبي الله إبراهيم عبدك أدونك أجيها وخليلك خليلك أجيها والنبيك وإني أنا أقول عبدك أدونك أجيبنا والنبيك أنا وإنه دعاء لمكة مكو إلهي أبري وإني أنا أقول أدعوك للمدينة بنكو أبري هي بمثل ما دعاك
به وكوبري وبري النبي الله إبراهيم لمكة ومثله معه يلا أكله ولا تركي هذا قال وحول ما يدعو ويرى ترى أسقر وليد كأو واحد شيء كأو ير يراه أركا يبيعته واسين ترى ذلك الثمر مدها سيسقى أبو سين ترى سقى أتفا أشنايا إنه إلهي صوب الكريو صوب البربريو حديث ضعيف أو إنه قصة وجهل إسكجر هذا عن ربيع منك عن ربيع بنت معود بنت عفراء ابن عفراء قال وحوي بعثني معاذ بن العفراء وحوي دري بقناع دميل أو من رطب أما رعب وعليه ويهي أجر محوها أجر ويهي من غثاء أو حويا غثاء رقب أو محوها من عمله ما شرح دونا وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يحب متش على الغثاء أبو شعلاء فأتيت به وأنويمه وعنده أبتي سنة حلية ضرء يهي قد قدمت كإماتي عليه على النبي من البحرين وبإماتي فملأ أبوه بحي يده وقعنتي سمنها دركي حريرتها فأعطانيه وإسيبه مركة قناعة والدنبيشة أما الصحن كشيء وحلقصة وقعضة أيها اللي يرهده جمع وحلق اللي يرهده أسقنا جرو أجرون أسقنا وحل اللي يرهده وجمع جرو والجرو هو الصغير من كل شيء وحكست كوحا أغير باللي يرهده كيس أغير على غثا يرير ومكا صوبح يرير نباتا كان او حيوانا اي حتى يركا جروي بلدا جروي جروي مركا وحي ير كو ير ير بوها مركا قثاها او مركا او كينيوي رغب غثاهنا دي سقوة قلنا سانا وقجاركا افصومالي مركا رغب وحي اوغدو دفلي اما قسلي منلي صومالي كلي تمعنا حجين صار مسجد مركز صومتش تمر حجين صار حجين صار تاسع رقبة قالها مركا هذا عدد كبير تمر تيقان هذا ويقال الله هاي لكن هذا نقول تمر ما بصمي ما ب ما رتي ما بطبع إنه ما بحذا نكع برجع وحقا كبحذا حيب هذا من بصنا بتاعه ويكب بحذا أو ويلي ذا يقيب تاسمع رتي دول كقرح ذلك مركا وام حجين تاد أوه ومن سقاه الله وقفك إلهي ورابي لبنا ف
فليقل هاي رضى اللهم الله يبارك لنا نبارك فيه دحديث وزدنا منه نور كردي. ثم قال قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس معها من شيء وح يجزئ جدهايا مكان الطعام عنب ماشري والشراب عبتانك غير اللبن عنها. هل كاينوتشو بعاوة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.